30 مليون دينار عراقي والسجن المؤبد لكل شخص حاز أو اشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو شجع على التعاطي، هكذا تنص المادة 28 من قانون المخدرات. أما المادة 31 من قانون المخدرات فتنص على ما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة مالية قدرها 5 مليون دينار عراقي، ومنع مزاولة المهنة لمدة 1 سنة لكل طبيب أعطى وصفة طبية لصرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لأغراض غير علاجية مع علمه بذلك. مقاتلين الأعزاء، المخدرات آفة المجتمعات الكبرى، فحينما يصل الإنسان إلى مرحلة التعاطي والإدمان فإن اهتزازاً ضرب جسده أولاً وأثر بالمقابل على مجتمعه المحيط، وينعكس أيضاً على المجتمع بشكل عام بما له من تأثير محزن وسلبي بحق من وقع بفخ التعاطي. كان معكم الملازم حيدر محمد من مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي.